بعد ما تعرفنا على آخر أخبار الفنانين وعن إحيائهم لآخر الحفلات في بلدان مختلفة وإنتاجهم لعدة ألبومات وأغاني السنجل، راح ننتقل إلى الفنان الفلسطيني محمد عساف واللي أعلن مؤخراً فسخ خطوبته عن الإعلامية لينا القيشاوي، والسبب هو ملابس أنيقة، كعوب عالية، تقليعات، مشاهير. أكو مشكلة بالأوتوكيو؟ ممكن شباب أوتوكيو، شباب أحد يسمعني؟ ملابس أنيقة، كعوب عالية، تقليعات، مشاهير، ألوان جريئة، بغداد فاشن شو، رسالة محبة وسلام للعالم من العاصمة بغداد.